أخبار المغربي إيجاز من استوديو قناة الجامعة المغربية كومبيس مغرب تي في. مرحبا بكم. تمكن صباح اليوم الخميس المكتب المركزي للأبحاث القضائية BCG التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من تفكيك خلية إرهابية خطيرة تنشط في مدينة وجدة. وكانت قوات مكافحة الإرهاب قد باشرت صباح اليوم في عمليات مداهمة متزامنة في 4 مناطق متفرقة بأحياء سيدي الخضر والزيتون والواد الناشف وطريق جرادة بمدينة وجدة. وتمكنت قوات الأمن خلال هذه العمليات من توقيف 4 أشخاص متطرفين ضمنهما شقيقان والعثور على مبلغ مالي بالعملة الأوروبية و4 جوازات سفر خاصة لجميع أعضاء الخلية كان يحتفظ بها في مكان آمن بمنزله، فضلا عن ضبط أجهزة معلوماتية سيتم إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة وفق بيان المكتب. وفق العديد من المصادر تم إيقاف أمس الأربعاء بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء مواطن جزائري حامل الجنسية الفرنسية يبلغ من العمر 46 سنة كان متجها في رحلة مباشرة إلى دبي بالإمارات العربية المتحدة والمبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة عن الأنتروبول للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد. قررت السلطات المغربية يوم أمس الأربعاء حسب ما أفاد به المكتب الوطني للمطارات تعليق الرحلات الجوية من وإلى 5 دول إضافية، ويتعلق الأمر بكل من ليبيا ومالي وغانا والكونغو الديمقراطية وغينيا كوناكري، وذلك إلى غاية 10 أبريل المقبل، وذلك بعد ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا وفي إطار الإجراءات الاستباقية التي تنهجها السلطات للحد من انتشار الجائحة. بعد حوالي أشهر على اختفاء الطفلة ابتسام مجاهد البالغة من العمر 13 سنة في ظروف غامضة والمنحدرة من دوار توريرت جماعة ليت بإقليم طاطا، تم أمس الأربعاء العثور عليها من طرف مصالح الدرك الملكي جثة هامدة. وكانت الطفلة ابتسام قد اختفت بعد توجهها إلى المدرسة، واعتبرت جمعية رسم للابتسامة للتربية والأعمال الاجتماعية بتسنيد طاطا بأن هذا الفعل الإجرامي الذي تعرضت له الطفلة ابتسام ينضاف إلى قائمة من الجرائم الأخرى المماثلة، والتي كان آخرها قضية الطفل الحسين الذي اختفى عن الأنظار بأحد مناطق إقليم شتوكا إيت باها. وتكثف مصالح الأمن بحثها للوصل إلى الجنات وفك أسرار هذه الجريمة. عبر المختار غامبو سفير المغرب في نيروبي عن خيبة أمن المغرب إزاء الموقف الذي اتخذته كينيا في الاجتماع الأخير لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، والذي حاولت الجارة الشرقية الجزائر أن تخرج من خلاله قضية الصحراء المغربية من الاختصاص الحصري للأمم المتحدة. واعتبر غامبو في لقاء جمعه بنائب الرئيس الكيني ويليام روتو أن موقف الحكومة المركزية هذا يتعارض مع الموقف الذي عبر عنه العديد من ولايات المقاطعات وبعض كبار المسؤولين في كينيا، مضيفا أن هؤلاء أعربوا عن استغرابهم من هذا الدعم الغير المشروط من كينيا للجزائر، داعين الحكومة إلى دعم عملية السلام التي تتم تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة لإيجاد حل لقضية الصحراء. صرح اليوم الخميس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة CPU سيصبح بإمكانهم الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية الأساسية عن المرض. وأفاد الصندوق في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء أن الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة سيصبح بإمكانهم الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية الأساسية المحدثة بالقانون رقم 98/15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذي يضمن التغطية الصحية نفسها المخول لإجراء القطاع الخاص. نهاية الموجز، إلى اللقاء.